الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو العظيم أستغفر الله 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 لا إله إلا 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 الله أستغفر الله يا سامي بسم الله الرحمن الرحيم وصل ارحمنا وتتوب علينا وتعافينا في دنيانا وانت سيدنا ذوقا وشوقا وحلما وفي رمشه في رمش صبح اللهم نور قلوبنا بنور مغفرتك اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا بنور مغفرتك اللهم افتح قلوبنا بنورك اللهم افتح قلوبنا بنورك اللهم افتح قلوبنا بنورك ربنا أصلنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما المعنى من حي وأما من حي قيوم الذي لا يموت أبدا ورفض على الأمور شهودا كأنها قلوب والله خير الحمد لله وصلى الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم صل على سيدنا وصلى على رسول الله العظيم المنذر وصلى على محمد مطهر اللهم وصلى على شيخنا ابن وازل امين وصلى على شيخنا ابن المنذر وازل وصلى على شيخنا هدي محمد ابن وازل المنذر العالم المطهر رضي الله عنه وصلى على حجاج حسن خاتم بن قاسم حبني رضي الله عنه وصلى على سيدنا ابن Thank you.